أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كورونا اليوم، ونبدأها بحصاد كورونا. العالم يتجاوز إذن 4 ملايين إصابة في حالات وباء كورونا، 4,225,429 حالة إصابة على مستوى العالم بهذا الوباء. الوفيات تقترب من 300,000، 285,214 حالة وفاة على مستوى العالم، ولكن أيضا هذا الرقم في ازدياد مستمر، 1,511,699 حالة تعافت حتى الآن دون وجود لقاح حقيقي، دون وجود لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. هناك 1,500,000 شخص تعافوا من هذا الوباء. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حالات الإصابات في الولايات المتحدة 1,373,324 حالة، هي المركز الأول على مستوى العالم في الإصابات التي لا تقل على ما يبدو في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، ترامب يريد فتح البلاد بشكل طبيعي. الوفيات في الولايات المتحدة هي الأعلى على الإطلاق على مستوى العالم، 81,000 حالة وفاة حتى الآن في الولايات المتحدة، من تعافى 257,691. إلى إسبانيا، الدولة الأوروبية الأعلى في أرقام الإصابات حتى الآن، 268,000 حالة و 143، أما الوفيات 26,644، ومن تعافى 177,846. في بريطانيا، 223,000 حالة إصابة و 60 حالة، بنتكلم عن عدد كبير جدا، تقريبا 250,000 إصابة. لما زمان قالوا مناعة القطيع كانوا خايفين الإصابات توصل للرقم ده والوفيات توصل لرقم مشابه، أو عفوا كانوا بيقولوا الوفيات هتوصل ل200,000 والإصابات هتوصل لملايين الأعداد، ولكن مع الإغلاق التام عدد الإصابات 250,000 تقريبا في بريطانيا. أما الوفيات فهي الأعلى في أوروبا والثاني على مستوى العالم، 32,065 حالة في بريطانيا. وهنتكلم في قصة اليوم عن بوريس جونسون والخلاف اللي عمله مبارح مع البيان اللي قاله، أما من تعافى خلاص ما بقيناش بنتكلم عنهم. نروح لدولة تانية، روسيا دخلت على خط الإصابات بعدد إصابات عالي جدا، 12,000 حالة في يوم واحد. روسيا بنتكلم عن 221,344 حالة إصابة، الرقم القياسي في عدد الإصابات في اليوم كان من نصيب روسيا في الأيام اللي فاتت. الوفيات 2009 حالة، أما التعافي 39,801 حالة. روسيا تجاوزت، يعني بدأت تدخل على الخط، تجاوزت إيطاليا في أعداد الإصابات. إيطاليا 219,814 حالة، إيطاليا بتحاول تعود للحياة الطبيعية مرة أخرى. الوفيات والله الرقم لازال مرتفع وبيرتفع أيضا، يعني بينها وبين بريطانيا 2000 حالة تقريبا أو 1300 حالة، 30,739 حالة وفاة في إيطاليا، أما من تعافى 106,587. إلى فرنسا، هناك حالات الإصابات 176,000، نزلنا تحت 200,000 و970 حالة. الوفيات 26,380، رقم مرتفع جدا أيضا في فرنسا. التعافي 56,217. فرنسا تتخذ إجراءات حازمة للغاية في التعامل مع الناس في الشوارع بعد فتح البلاد مرة تانية. في ألمانيا، أعداد الإصابات 171,999 حالة. الوفيات 7,569. التعافي 145,600. رقم الإصابات كده تابعوه معانا كل يوم في كورونا اليوم، هيكون بيزيد بنسبة مرتفعة شوية لأن ألمانيا فتحت البلد مرة تانية، وفي زيادات قياسية في الأيام اللي جاية وهنتابعها معاكو بالتأكيد كل يوم. البرازيل، أعداد الإصابات 163,510 حالة إصابة، أما الوفيات 11,207، ومن تعافى 64,957. إذن كان هذا حصاد كورونا. العالم بيعمل إيه النهاردة؟ كيف يواجه العالم كورونا؟ تابعونا. العالم في مواجهة كورونا، نبدأ بمنظمة الصحة العالمية وماذا قالت. الصحة العالمية تخشى من موجة ثانية للوباء، وتحذر الدول
من التسرع في رفع القيود. يعني واضح كده ان نداءات الصحة العالمية خلاص ما بقتش بتجيب قوي مع الدول. الدول ماشية في اتجاه الخسائر الاقتصادية، الركود الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ايضا. الدول ما بقتش بتسمع لمنظمة الصحة العالمية، لان النداء ده الحقيقة الصحة العالمية بتقوله من 3 أسابيع، بتحذر من التسرع في رفع القيود. خلاص الدول بدأت ترفع القيود بتخشى من موجة ثانية، يعني لا قدر الله. هو ده فعلا الخوف في الايام الجاية، في الشهر الأسبوعين الباقيين وفي شهر 6، لا قدر الله لو أصيبت الدول الأوروبية مرة أخرى بموجة ثانية بعد فتح البلاد، هتكون العواقب وخيمة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية السماح بتوزيع عقار ريميديسفير لعلاج فيروس كورونا. جمعية الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDI كانت بتتكلم عن الدواء ده، وبتقول إن الدواء ده أثبت فاعلية بشكل ما، وإنها بتزكي استخدام الدواء ده في العلاج بشكل يعني في رقابة، بشكل في كنترول من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة هنا بتسمح بتوزيع العقار بعد ما جاب نتائج جيدة في الأيام اللي فاتت. نروح لفرنسا اللي بتبدأ الخروج التدريجي من الحجر وسط مخاوف من موجة ثانية للوباء. هو ده تقريبا تصريح الصحة العالمية بس معكوس، يعني الصحة العالمية بتحذر من موجة ثانية من الوباء، فرنسا خايفة منها وبتقول للناس خلي بالكم في الخروج التدريجي أو التخفيف من القيود، تبدأ الخروج التدريجي من الحجر وربنا يستر وما يحصلش موجة ثانية من الوباء. طيب في فرنسا أيضا إجراءات جديدة في صالونات الحلاقة والتجميل. كنا استضفنا في حلقة سابقة في كورونا اليوم في بداية البرنامج خالص أحد رواد أو أحد أصحاب صالونات الحلاقة في بريطانيا، واتكلم عن المعاناة الشديدة جدا لأن المهنة بتاعتهم تتطلب أن يكون قريب من الزبون الموجود. ففي فرنسا هنا خلينا نشوف إيه الإجراءات الجديدة في صالونات الحلاقة والتجميل. La cliente sera obligée de rester là. Et tu les sens inquiètes, les clientes, un peu ? Non, pas du tout. Elles sont tellement contentes de revenir. J'ai peur qu'elles se précipitent toutes dans le salon. إذن الناس بتحاول تتخذ إجراءات وقاية داخل صالونات الحلاقة والتجميل. المشهد ده هنشوفه كتير الأيام الجاية في كل المهن اللي هتبدأ ترجع لطبيعتها مرة ثانية. نرجع للقرارات ونشوف مين من الدول خدت قرارات تاني النهاردة. أسبانيا استمرار فرض القيود الصارمة في المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة. جيد، أسبانيا بتتعامل بحرص بحذر زي ما منظمة الصحة العالمية قالت. نشوف دولة أخرى وهي تركيا. تركيا الحقيقة كان يعني في مشاهد لطيفة جدا للخبر ده امبارح. السماح لكبار السن بالخروج من منازلهم بعد حجر استمر لشهرين. الناس الكبيرة في تركيا هم ناس عشرية قوي، يعني ناس بيحبوا يكلموك في كل حاجة. لو انت ماشي في الشارع وجنبك حد كبير تركي ببص في تليفونك لازم هيكلمك وهيقولك انت مين وخاطب ولا مش خاطب، متجوز، عندك ولاد، في مدارس ايه، سنهم ايه. الناس الكبيرة في تركيا طبيعتهم كده، فقعدتهم في البيت كانت صعبة جدا. امبارح انتشرت فيديوهات لطيفة جدا لعدد من كبار السن الاتراك وهم في الشارع بعد ما تم فك الحجر عنهم او الحظر عنهم ونزلوا الشوارع مرة تانية. نتمنى لهم السلامة بالتأكيد. نروح ليه الجزائر تأجيل امتحانات شهادة البكالوريا إلى شهر أيلول المقبل. والله قرار محترم، قرار كويس، بلاش استعجال يا جماعة في عودة الدراسة بالتأكيد سواء جامعات أو مدارس، لأن الاختلاط الكبير والتقارب الكبير صعب قوي أنك تطبق تباعد اجتماعي جوه الجامعة أو جوه المدرسة. دولة عربية أخرى في تونس السماح بالعمل لمحلات بيع الملابس والمراكز التجارية والحلاقة والتجميل. قرار النهاردة تونس سجلت 0 حالة وده مؤشر كويس. تونس بتتكلم عن 700 حالة تعافي من إجمالي 1000، ده برضو مؤشر كويس. لكن السماح بالعمل لمحلات البيع والمراكز التجارية والحلاقة والتجميل، أتمنى يكون في كنترول من الحكومة التونسية ويكون في التزام من الناس حتى بإجراءات التباعد الاجتماعي حتى لا تعود تونس مرة أخرى إلى الواجهة في الإصابات. المملكة العربية السعودية إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصاد المملكة. المملكة أعلنت حملة تقشف وإجراءات تقشف. خلينا نشوف كده إيه الإجراءات دي وإيه أبرز القرارات اللي قيلت. شملت إلغاء أو تمديدا أو تأجيلا لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
إضافة إلى ذلك، تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2000. كورونا والاقتصاد هيكون هو العنوان، زي ما قلتنا في آخر حلقة كنت معاكم فيها الجمعة، هيكون هو العنوان للشهر اللي جاي أو الشهور اللي جاية. كل الحكومات هتتكلم عن الأضرار الكبيرة جدا اللي حصلت على الاقتصاد بسبب كورونا، وبالتالي هتتكلم على إجراءات تقشف أو إجراءات ليها علاقة بصعوبات معيشية الناس هتواجهها بسبب كورونا، ودي هتبقى الحجة للحكومات هتشتغل بيها، وتحديدا الحكومات العربية. مش هتسمع الكلام ده قوي في الحكومات الغربية، لكن في الحكومات العربية وفي البلدان العربية هتسمع ان الحكومة هتقول للغلابة والله كورونا دمرتنا، لازم نرفع اسعار كذا وكذا وكذا. خلينا نروح لدولة اخرى وهي العراق. الصحة تحذر من تصاعد الاصابات وتهدد بإعادة الحظر الصحي الشامل. جيد ان وزارة صحة في دولة عربية تكون على قدر المسؤولية، تكون خايفة، مش بتتعامل باستهتار، مش بتتعامل برعونة، مش بتشتم الناس وبتقول لهم انتم ما عندكوش وعي وانتم السبب. كويس ان الصحة في العراق بتحذر من تصاعد الاصابات، وكويس جدا كمان انها بتهدد بإعادة الحظر الصحي الشامل، يمكن ده يجيب نتيجة اكتر. نروح لاخر قرار معانا النهاردة وهو في اليمن. اللجنة العليا لمواجهة كورونا تعلن عدن مدينة موبوءة. والله عدن صعبان عليا جدا اليمن، وصعبان عليا جدا أهل عدن وأهل اليمن من اللي بيشوفوه، سواء مجلس انتقالي أو حوثي أو تحالف عربي أو السعودية أو الإمارات في سقطرة، الميليشيات اللي بتضرب، التحالف العربي اللي بيقصف، التقسيم اليمن اللي بيحصل، لكن كمان كورونا. إن عدن تصبح مدينة موبوءة، يعني يا رب يكون في عون أهلنا في اليمن ويخفف عنهم اللي هم فيه. إذن كان هذا العالم في كورونا، ونتوقف معكم عند قصة ملفتة لهذا اليوم. الناس كلها امبارح ظبطت ساعتها واستنت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عشان يطلع ويهل علينا ويقول الستيتمنت بتاعته أو البيان بتاعه المتعلق بالمرحلة القادمة بعد حظر في بريطانيا استمر أو ابتدى من 21 مارس أو 20 مارس اللي فات. لحد امبارح كان الكل مستني بوريس جونسون يطلع يتكلم ويقول هنعمل ايه الفترة الجاية، لكن بعد ما جونسون اتكلم الناس استغربت جدا، الناس ما كانتش فاهمة الراجل عايز ايه. الراجل قال باختصار شديد ان عندنا ثلاث مراحل، عندنا مرحلة اسبوعين، وبعدين مرحلة من 1/6، وبعدين مرحلة ثالثة من 1/7. دعا الناس انها اللي يقدر ينزل شغله ينزل، بس ما يركبش مواصلات عامة على قد ما يقدر. دعا الناس برضو انها تنزل الى المتنزهات او للبارك، بس مش في تجمعات كبيرة. اتكلم انه هيرجع المدارس في 1 يونيو، بس مش كل المدارس. اتكلم انه في 1 يوليو هيرجع المحلات والنشاط الرياضي، بس مش كل النشاط الرياضي. خلينا نشوف كده مقتطفات من اللي جونسون قاله ونرجع نعلم. We now need to stress that anyone who can't work from home, for instance those in construction or manufacturing, should be actively encouraged to go to work. And when you do go to work, if possible, do so by car, or even better, by walking or bicycle. But just as with workplaces, public transport operators will also be following COVID secure standards. And from this Wednesday, we want to encourage people to take more and even unlimited amounts of outdoor exercise. You can sit in the sun in your local park, you can drive to other destinations, you can even play sports, only with members of your own household. You must obey the rules on social distancing, and to enforce those rules, we will increase the fines for the small minority who break them. In step two, at the earliest by June the 1st, after half term, we believe we may be in a position to begin the phased reopening of shops and to get primary pupils back into schools, in stages, beginning with reception, year one, and year six. I'm serving notice that it will soon be the time, with transmission significantly lower, to impose quarantine on people coming into this country by air. We must stay alert, control the virus, and save lives. ده اللي جونسون قاله. الراجل اتكلم في تفاصيل كتير، زي ما قلت التفاصيل حتى الصحافة النهاردة الصبح ومبارح بالليل كل البرامج بتتكلم عن هو كان عايز ايه.
يعني هو قال لنا انزلوا ولا ما تنزلوش، هو رفع الحظر ولا ما رفعوش، هو هيرجع المدارس ولا مش هيرجعها. يعني هو قال لك حاجه، انا هرجع البرايمري سكول من 1/6 بس مش هرجع كل البرايمري سكول، انا هرجع سنه اولى وسنه سته والكيجي الحضانه. طيب بالنسبه لثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ايه ظروفهم؟ ليه اولى وسته وليه مش الفصول دي؟ يعني مفيش تفسير. النهارده هو نزل المسوده بتاعه القرار بتاعه من 50 صفحه بيتكلم فيها عن التفاصيل، بيتكلم فيها عن الاجراءات. لكن الحاجه الغريبه جدا برضو بالنسبه حتى لاصحاب العمل، يعني انا مثلا هنا في القناه لو انا ساكن بعيد عن القناه مثلا ب 8 كيلو او ب 10 كيلو مثلا، هو بيقول لك ايه في الفيديو؟ بيقول لك اللي يقدر ينزل الشغل او انا مثلا قادر انزل الشغل يروح شغله يشتغل من المكتب يعني مش من البيت، بس يحاول يروح مشي، فأنا أكيد مش همشي 10 كيلو، أو يروح بعجلة أنا ما عنديش عجلة، أو يروح بعربيته أنا ما عنديش عربية، بس ما يركبش مواصلات عامة. طب أنا يعني هعمل إيه؟ طيب لو أنا عايز أروح المكتب أو قادر أنزل المكتب مش هركب مواصلات عامة، طب هل السبب ده يخليني أقعد في البيت؟ طب صاحب العمل هيعمل إيه؟ يعني الحقيقة أزمة كبيرة جدا في تصريحات بوريس جونسون الغير واضحة تماما هو عايز إيه الرجل. طبعا الموضوع ده دفع ناس كتير جدا زي صادق خان عمدة لندن إن هو يرد ويتكلم عن لندن ويتكلم عن الإجراءات الغير واضحة، لكن هو حاول يوضحها. خلينا نشوف قال إيه في الفيديو ده. What I think would be unwise is for us to inadvertently rush back to lift the lockdown, which could lead to a further spread. I'm quite clear. My interpretation from what the Prime Minister said last night, and we discussed this during the COBRA meeting, is the lockdown is still there for at least... بيقول احنا في لندن هنفضل على الإغلاق زي ما احنا. بيقول انه ما هيكون من غير الحكمة، اول كلمة قالها في الفيديو، ان احنا نرجع تاني او يعني نتحرك بسرعة في اجراءات الرجوع للحياة الطبيعية، لان الوضع في لندن بيختلف تماما عن المدن والاماكن الاخرى. حزب العمال، لا مش حزب العمال، حزب العمال برضو اتكلم عن جونسون ويعني قال وجهة نظره في اللي جونسون قاله، لان في الحقيقة لغط كبير جدا حصل من امبارح. خلينا نشوف حزب العمال قال ايه ونرجع. Well, the Prime Minister appears to be effectively telling millions of people to go back to work tomorrow, but we haven't got the guidelines and we don't know how it's going to work with public transport. So there's a huge number of questions arising out of this. But the main strap message needs to be clear. Stay alert isn't clear. Most people have been saying, what does that mean? طيب زعيم حزب العمال الجديد بيتكلم عن ملايين الناس اللي جونسون قال لهم ارجعوا شغلكم لو تقدروا، بس مش بالمواصلات العامة. نفس القصة اللي كنا بنتكلم فيها، لغط كبير جدا. على فكرة اللغط ده مش عند بس الموظفين، يعني اللغط ده مش عندنا احنا بس مثلا كموظفين، لا اللغط ده عند أصحاب الشركات، عند أصحاب المكاتب، عند الناس اللي عندها ألاف أو مئات الموظفين. الناس دي هتعمل ايه؟ ما هو هيتصل بيه الصبح يقول له والله أنا قادر أجي البيت بس ما فيش مواصلات، رئيس الوزراء قال ما ركبش مواصلات. لغط كبير جدا، اتمنى ان الحكومه البريطانيه توضحه في الفتره الجايه. طيب في ايرلندا الشماليه وويلز واسكتلندا رفضوا برضو قرارات جونسون، خلينا نشوف قالوا ايه. I think there's a duty on all of us as leaders to be very clear about the advice we're giving. That is a duty that I bear in Scotland and it's a duty the Prime Minister bears in England, and I think he has to be careful to make it clear that when he's talking about lockdown restrictions he is talking about England, not about Wales, Northern Ireland and Scotland. Of course it's really important that we continue to coordinate. رفض الأمر من اسكتلند، رئيسة البرلمان الاسكتلندي والسياسيين في اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز قالوا الكلام ده ما ينفعش معانا، احنا هنمشي على البرلمانات بتاعتنا قالته، على الحكومة عندنا قالته، لكن مش هنسمع الكلام اللي بوريس جونسون اتكلم فيه. إذن قصة الملفتة لهذا اليوم كانت عن بريطانيا واللغط الكبير اللي أثاره بوريس جونسون رئيس الحكومة بتصريحاته. ونتحول معكم إلى كورونا والجاليات العربية. في كورونا والجاليات العربية لهذه الحلقة، الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة أنا عزمك لدعم اللاجئين في لبنان وفي فلسطين أيضا. دعونا نتابع أكثر عن هذه المبادرة في هذا الفيديو. كما أنا قبلت التحدي إني أساعد أهلنا في مخيمات اللجوء في الأردن، في لبنان وفي فلسطين. أنا قبلت التحدي
إن نساهم في دعم أهلنا في مخيمات اللجوء في فلسطين والأردن ولبنان. تبتدي التحدي مش نقدر نعاونوا خوتنا اللي في مخيمات اللجوء بفلسطين والأردن ولبنان. وأنا ونيل هان بنتي قبلنا التحدي إننا نساعد أهلنا في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وفلسطين. وأنا كمان قبلت التحدي إنه أساعد أهلنا في مخيمات اللجوء في فلسطين وفي الأردن وفي لبنان. للمزيد عن هذه المبادرة الجميلة في الحقيقة واللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ورحب معي عبر سكايب من واشنطن الدكتور خالد الترعاني مدير التطوير في مؤسسة UMR. أهلا بك دكتور. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هي قصة هذه المبادرة؟ نعم، احنا بسبب جائحة كورونا يعني لم نستطع أن نجتمع أو نمارس حياتنا الاجتماعية بشكل طبيعي، عزومات رمضان وسحورات رمضان وكل هذه القضايا الجميلة في الحقيقة. فنحن نقول التحدي هو أن أعزمك أنا أو تعزمني أنت، ولكن لا نستطيع أن نلتقي، فنتبرع بقيمة هذه الدعوة وهذه العزيمة لأهلنا في مخيمات اللجوء في لبنان وفي الأردن وفي فلسطين، وهذه تشمل اللاجئين الفلسطينيين وأيضا اللاجئين السوريين. يعني أنا لو عايز أشارك دلوقتي وأنا معك على الهواء، المفروض أعمل إيه وأقول إيه؟ يعني هو هناك الرابط umrelief أو give.umrelief.org/ram2020، أو إذا بتبحث على الهاشتاج أنا عازمك حتلاقي، إن كان على الإنستغرام أو على تويتر وحتى على الفيسبوك، حتلاقي كل المشاركين بهذه الدعوة وهذا التحدي وضعوا الروابط للتبرع بقيمة عزومة بقيمة فنجان قهوة. يعني ولكن يعني قضية مهمة برأيي، من يريد أن يتبرع، منظمة UMR United Mission for Relief and Development يعني هي موجودة على الأرض والآن تقوم بدعم أهلنا المتأثرين الأكثر تأثراً بجائحة كورونا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في أماكن اللجوء، وأيضاً بسبب قطع المساعدات عن الأونروا. ولكن القضية اللي أريد أن أقولها أننا نحن في الحقيقة نحن بحاجة أكثر للفقراء أشد من حاجتهم إلينا. يعني هم يحتاجون من أجل دنياهم ونحن نحتاجهم من أجل آخرتنا. ففي هذه الأيام الفضيلة وفي هذه الأيام المباركة من المهم جدا يعني ألا نتجاوز هذه الدعوة وكأنها أي شيء آخر، ولكن فعلا أن نتفاعل معها بشكل إيجابي، أن نذهب للموقع ونتبرع ولو بقيمة عزومة ولو بقيمة فنجان قهوة. يعني أولا ندعم أهلنا وندرأ عن أنفسنا وعن أهلينا يعني بعض من غضب الله إن شاء الله. طب خليني أقبل التحدي على الهواء، يعني أقول لك أنا عزمك يا دكتور ومجموعة من الأصدقاء الشباب اللي شغالين معنا في الحلقة، وإن شاء الله بعد الحلقة أدخل على الرابط مباشرة ونسجل فيه. أن يقبلوا هذا التحدي وأيضا أن يذهبوا إلى الرابط وأن يسجلوا معنا وأن يكونوا عونا لأهليهم في هذه الأيام الفضيلة المباركة. شكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الترعاني مدير التطوير في مؤسسة UMR، كنت معنا عبر سكايب. أدعو الجميع في الحقيقة للمشاركة في هذه الحملة الجميلة، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي إعلاميين وصحفيين وسياسيين وشيوخ ودعاة وأشخاص عاديين جدا سجلوا فيديو في البيت أو في مكتبه أو في أي مكان وقال أنا عزمك وعمل منشن لثلاثة أو أربعة من أصدقائه وحط الرابط اللي فيه التبرع ودخل قال إن قيمة العزومة اللي كانت هتحصل في رمضان أنا هعملها تبرع لمخيمات اللاجئين. بدعو كل اللي بيتابعونا ادخلوا على هاشتاج أنا عزمك، سجل فيديو، شارك في هذه الحملة لأنها حملة في الحقيقة جميلة جدا جدا، في ناس في مخيمات لاجئين سواء كان في كورونا أو من غير كورونا كانوا متبهدلين في رمضان وكان الشهر ده بيمر عليهم بقسوة شديدة جدا، فحاولوا ان انتوا تساهموا في تخفيف معاناة هؤلاء الناس. وصلنا معاكم لفيديو الختام وختام الحلقة النهاردة من سوريا، مطبخ لإفطار اللاجئين في مبادرة تتحدى الحرب وكورونا أيضا. إلى اللقاء. مطبخ في الشمال السوري المحرر بقوة إنتاجية تخدم 2000 عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بنحو 10,000 شخص بإشراف كادر مطبخي متخصص مؤلف من شيف مطبخ ومعلمين شوي وعمال مختصين مع مراعاة التنظيم والوعي الصحي. يتألف مطبخ من عدة أقسام،
قسم الشوي، أفران، شوايات، مناقل شوي. أيضا قسم المطبخ مؤلف من غازات وطناجر متنوعة وقطاعة خضار وماكينة لحم كهربائية وقشارة بطاطا كهربائية. أيضا الغاية الأساسية للمطبخ هو تلبية حاجات النازحين والعائلات المحتاجة وتأمين وجبات إفطار صائم في رمضان. نحن في مطابخ شامنا نقوم بإنتاج وجبات غذائية جاهزة بقدرة إنتاجية تصل إلى 10,000 شخص يومياً وبمعدل 2000 وجبة، كل وجبة تكفي لخمسة أشخاص. تتوزع مطابخنا في ريف حلب الشمالي وإدلب وريفها والساحل. نرجو أن نكون عوناً لإخواننا في الداخل السوري، وجزاكم الله كل خير.